كريم والدكتور احمد ثابت معاكم بقى بعض تشكيلات الاهلي، ممكن ازاي مارسيل كولر ممكن ازاي بيفكر يواجه اوكلاند سيتي؟ انا في وجهه نظري زي ما قلت لك يا كابتن اسامه ان الطريقه الاقرب للنادي الاهلي في مباراه اوكلاند، اكيد طبعا هناخدها بشكل مستفيض ان شاء الله في حلقه يوم الثلاث، طريقه 4 3 3، واشوف ان الحفاظ على 90% من التشكيل الخاص بالفريق المباريات الاخيره شيء مهم جدا من اجل الانسجام يعني والتعود في اللعب ما بين اللاعبين. انا بس في وجهه نظري الشخصيه لحب الشديد بصراحه لطريقه لعب احمد القندوسي، فعلا بحب ستايل لعبه، هو الاسم الوحيد اللي ادخلته من الصفقات الجديده على التشكيل، من وجهه نظري ربما يكون هو التشكيل الـ 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 الامثل يعني قدام فريق اوكلاند. لا بس متوقع خلاص بعد ما قال الاهلي بالامس بعد القرار طبعا بقى بره متواجد مع منتخب الجزائر المحلي بالظبط، عشان كده طبعا كنت بعد التشكيل قبل ما قرار النادي الاهلي، قرار النادي الاهلي طلع فيه وقت متاخر، لكن طبعا بعدم وجود احمد القندوسي هنحافظ على طريقه اللعب، وطبعا هيبقى وجود الثلاثي الطبيعي في خط الوسط اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه، بوجود طبعا في وجهه نظري اثنين مساكين محمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحالي معلول، محمد شناوي طبعا حارس مرمى، وفي الخط الهجومي ان شاء الله يبقى احمد عبد القادر وحسين الشحات ومهاجم صريح المتالق بشده في الفترة الأخيرة، ونتمنى إن شاء الله استمراره على هذا التألق محمد شريف. عندك تعليق على تشكيل كريم؟ أنا بالنسبة لي متفق معاه في حاجات ومختلف في حاجات، طبعًا أنا شايف إن طريقة اللعب 4 3 3 لو نستعرض التشكيل، في حراسة المرمى طبعًا محمد الشناوي، الاثنين المساكين محمد عبد المنعم ومحمود متولي، الباك رايت محمد هاني، والباك ليفت علي معلول، الثلاثة اللي في وسط الملعب ادي التشكيلة اهو، اليو ديانج قدام الأربعة المساكين، اليو ديانج هو اللي بيديك الحماية، وعمرو السولية وحمدي فتحي، ليه مش قفشة؟ قفشة طبعًا لعيب كبير وهيديك برضو ميزة مهمة جدًا، بس عمرو السولية وحمدي فتحي أنت هتلاعب فرق بدنيًا عالية أوي، سواء الفريق ده أو الفريق الأمريكي. ما بطلوش جري. فأنت أنت محتاج اتنين بيكملوا، أنا شفت دور حمدي فتحي ممتاز ودور عمرو السولية في التكملة. برضو كذلك طاهر، محمد طاهر أو الشحات واحد فيهم، بس طاهر في الجانب البدني والهجمات المرتدة بيبقى برضو بتقدر تستغله بسرعاته. أحمد عبد القادر ناحية الشمال وكهربا قدام. حتة ال 4 3 3 دي لو حضراتكم بصيتوا هتلاقي أليا ديانج بيعمل ربط إزاي؟ أنت ناحية اليمين هتلاقي في أربعة. مارسيل كولر بيعمل تفوق تمركزي وتفوق عددي، مين الاربعه ناحيه اليمين مثلا؟ محمد هاني، اليو ديانج، السوليه، طاهر. في اي فرقه هتيجي تهاجمك انت او في مرحله البناء البيلد اب بتاع النادي الاهلي، اربعه ناحيه اليمين واربعه ناحيه الشمال، فمارسيل كولر عامل تفوق عددي، وده على فكره سر من اسرار تفوق النادي الاهلي في الفتره الاخيره، التفوق العددي في مرحله بناء الهجمه، ودي كانت احد مشاكل النادي الاهلي في بدايه الموسم. اشرح لنا النادي الاهلي كمان قول فرصه اشرح ماشي لا كمل. فقدام طبعا احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وكهربا، برده محمد شريف ورقه مهمه جدا قدام حسين الشحات ومع طاهر، فانت عندك حلول كتير، عندك انا الحين بشوف ان احنا عندنا مجموعه رائعه انت كل لعيبه النادي الاهلي السيد صح، حسين الشحات ده كل ده من غير مين؟ من غير مروان عطيه، من غير خالد عبد الفتاح، من غير كريستو، من غير سافيو، من غير ما حطيناش الشحات، ما حطيناش شريف، جندوزي لسه ما جاش، بيرسي تاو، ده بيرسي تاو ده لوحده حكايه تتحط اصلا، يعني انت عندك ثلاثه راس حربه دلوقتي، عندك بيرسي تاو وعندك كهربا وعندك محمد شريف وعندك شادي حسين، عندك اربعه برضو في المكان ده، فعندك حلول كتير يعني قدام. فاعتقد ان فرقه النادي الاهلي دلوقتي تقلت حرفيا في السكواد بتاعنا، بقى تقيل بصراحه، بقينا دلوقتي نقدر ننافس باذن الله على اي بطوله نقدر ندخلها، لان انت عندك في كل مركز ثلاث او اربع لعيبه ممتازين، يعني انت بص حتى في المساك محمود متولي وعبد المنعم، ياسر ابراهيم، ربيعه، ايمن اشرف، الباك ليفت في معلول، في محمد اشرف، في احمد نبيل كوكا، في احمد جندوزي بيلعبها ناحيه اليمين، في خالد عبد الفتاح، في محمد هاني، في كريم فؤاد ربنا يرجعه بالسلامه، يعني ان شاء الله نيجي في حته الارتكاز، في ديانج، السوليه، حمدي فتحي، جندوزي، مروان عطيه، في قفشه، في حته صناعه اللعب في قفشه، في جندوزي، على الاطراف في عبد القادر، في حسين الشحات، في طاهر محمد طاهر، في بيرسي تاو في اللي قدام، وفي برونو سافيو، فانت عندك السكواد بقى مليان، عندك سكواد قوي علشان كمل بطولات والمشوار الطويل خلال الموسم، وكمل الاصابات اللي بيحصل للاعيبه النادي الاهلي بالظبط. لا وكمان ونعالج يعني السلبيات اللي كانت بتواجهنا خلال السنتين الاخيرتين يا كابتن اسامه في حته الاجهاد، وان احنا كمان عندنا نفس السيناريو هنمر بيه، يعني احنا متاجلين 5 مباريات، هنرجع من المونديال ان شاء الله
هنخش في وعندنا مباراتين هلال في صن داونز في اسبوع، فباذن الله باذن الله يبقى موسم مختلف ان شاء الله. طيب. عموما نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف النادي الاهلي، وهنتكلم اكتر بقى احنا كل يوم ان شاء الله خلال الايام القادمه، كل يوم مع حضراتكم الاهلي في المونديال كل يوم من الساعه 10 للساعه 12 هنشرح لحضراتكم تفصيليا وحرفيا كل ما يحدث الحقيقه داخل البعثه، ده طبيعي جدا، وكل ما هو متاح ان احنا نقدر نذيعه بنذيعه، لكن هنقول لحضراتكم دايما باحمد وكريم ونتكلم عن كل نقاط القوة. نعم، نقاط القوة والضعف. نقاط القوة والضعف، انا نفسي اوصل لنقطة معينة والله، نفسي اوصل المهم ماشي. عموما انا بشكرك جدا يا كريم على تواجدك معانا، انا بشكرك جدا. اما تشوف هيقولوا علينا ايه المرة تروح تلعب في كأس العالم، ما لقوش في اسمه ايه، ما لقوش في الريال بتاع عادل. شكرين خلاص، هيبقى ليه نقاط ضعف دلوقتي كده، بقى ليه نقاط ضعف كده بقى ليه نقاط ضعف. فرحان قوي، بص قال لك ما لقاش في الورد عيب، قال لك ايه، احمر الخدين. احمر الخدين. انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا، شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جدا يا احمد على وجودكم معانا.